I witness اليوم إنجاز جديد لشخص لبناني بس رح أتفاجأه أنه هالشاب صغير عمره بس 10 سنين وهو بصف الساتيام رح نتعرف عليه سوا اليوم أنا وياكم. صباح الخير جورج، حايك. هاي موجود. نحن كتير مبسوطين أنه أنت معنا اليوم ومبسوطين أكتر وأكتر لأنه ربحت جايزة عالمية وهي جايزة للفرانكوفونية، كتبت نص حلو كتير وربحت أول ولد بكل البلدان الفرانكوفونية اللي مشاركة بالعالم وطلعت الأول، ونحن كتير كتير فخورين فيك وبرافو عليك. رح نحكي سوا اليوم عن تفاصيل هالمسابقة بوجود والدته السيدة جنان حايك. أهلا وسهلا فيك ومنهنيك كمان. من الأساتذة يلي شاركوا حضرتك مريم نصار، كمان أهلا وسهلا فيك. حضرتك مسؤولة عن النشاطات بمدرسة نوتردام دي بلاماند أو ثانوية سيدة البلاماند مع مساعدة كمان السيدة لورانس رزق والسيدة ميراي ماتا يلي هي معلمة الفرنسي لجورج. مشاركة بجائزة فرانكوفونية بلبنان أطلقت وانطلب أنه ينكتب نص من 4 لـ8 صفحات، مزبوط جورج؟ وشو كان النص اللي انطلب منكم؟ كان النص مطلوب عن شخصين عمرهم 10 سنين، بنت وصبي. شو اسمهم؟ البنت اسمها لارا والصبي اسمه توم. أوكي، وشو بيعملوا؟ هني يعني من عمركم؟ إيه؟ هودول الأولاد، شو طلبوا منكم تحديداً بالكتابة النص؟ طلبوا منا أنه هودي الشخصين بيسافروا على مطرح نحن بنتخيله وبدهم يلاقوا طريقه عشان يرجعوا على بيوتهم. وبيفوتوا بمغامرات اكيد. بيفوتوا بمغامرات. وهيدا النص يلي لازم ينكتب هو من بروجرام تبع يلي بتاخذوه السنه من برنامج الدراسه تبعكم بالفرنسي واللي هو كتابه النص الخيالي. وطبعا استاذتك السيده ميراي ماتا عطيتكم انتم الاسس تبع هالكتابه، بس الخيال كله مثل كده عم تقولي لي مدام حايك انه الخيال كله من عنده. من عنده، هو اللي كتب ونحن بس شجعنا وطلعنا شوي اذا في اخطاء بس. وحضرتي كمان استاذ فرنسي، استاذ لغه فرنسيه. اي بعلم بثانويه اميون الرسميه بالكوره. اكيد يعني اخذ شوي من قدراتك بالكتابه. اكيد، هلا من هو صغير كنت اهتم بساعده اقرا له قصص وهذا الشيء نمى موهبته، وهو بحب القراءة يعني طلع بحب المطالعة. أكيد هذا شيء ساعده يعني. هلا بنشوف يعني كمان قد تأثير البيت مهم بهالموضوع. مدام نصار حضرتك أنت مسؤولة عن الترتيبات إذا فينا نقول هيك التقنية لهالمسابقة، كيف اختير الطلاب؟ هل كل الطلاب شاركوا كل الصف؟ بصراحة مدام لورانس عرضت الفكرة على كل التلاميذ الساتيام، بس هن كان الاختيار هن حر. يعني مش نحن مش المدرسة ما جبرت حدا، يعني من أصل 100 تلميذ هن في 5 شباب صبيان بصف جورج مايكل بكذا سيكسيون هن اللي حبوا صبيان كلهم سوا. يعني ملفتة للنظر كانت جدا يعني عن جد. يعني مثل ما قلت لك قبل انه كانت حتى باوقات فراسهم ولا حبوا يلعبوا ولا حبوا يتسلوا الا تيشتغلوا بهيدا الشغل اللي كان مطلوب. شو اللي كان محمسكم هالقد جورج انت ورفقاتك؟ انا ورفقاتي كنت محمستنا السفره. يعني الجايزه يلي رح يربحوها يلي هي سفره لزياره فرنسا كانت شغله هيك بتحفز وبتشجع. نعم. وكيف كنتوا عم تشتغلوا مع بعض او كنتوا هيك عم بتعصبوا من بعض شوي؟ اول ما عرفنا انه في كونكور المعلمه جمعتنا مع بعضنا عشان نجمع الافكار وتخبرنا اشياء. بيرجع بعدين افترقنا، كل واحد في عنده فرصه معينه بالجمعه يروح لعندها ويقول لها الافكار يلي لحتى ما تنقلوا عن بعض اكيد. اوكي، انت اصلا اشطر شيء بالفرنسي بالصف؟ لا. مين؟ في عنا الاول بالشعب والثاني بالشعب. بس انت بتحب اصلا؟ يعني انا بحب. بتحب تكتب او تقرا اكثر؟ بحب اقرا كثير. ايه. منشان هيك اخذت هالافكار الحلوه من القرايه يلي قاريها قبل. ايه. خبرنا القصه. هي لارا وتوم اولا عرفوا انه في فورميل ماجيك بيلفظوها بيصير يفتح عباره سحريه يعني. عباره سحريه بيلفظوها بيصير يفتح باب كبير ويسحبهم وياخذهم على عالم. هيدا العالم اللي بدهم يمرقوا فيه المغامرات. ايه هن في 3 عالم. مرة لارا وتوم كانوا عم يلعبوا هيك يخترعوا جمل سحرية. قام بالغلط توم قال هيدي الجملة. قام انفتح هيدا الباب الكبير وأخذهم على أول مطرح.
هو كله جليد. الناس يلي عايشين بقلبه بحسوا بالجليد. وبس لارا وتوم ما بحسوا بالجليد. هني ما عم يتضايقوا من لا ما عم يتضايقوا. اوكي يعني بيقدروا يمروا هالمراحل بسهولة. ولوين بدهم يوصلوا؟ هلا هن الاشخاص يلي بقلبه بالمقلوب بيمشوا لفوق ما بيمشوا على الارض. يعني بيمشوا فوق بالهواء؟ بيمشوا بالهواء. اوكي. بيروحوا لارا وتوم بيلاقوا شخص بيتعرفوا عليه بيلاقوا انه هذا رفيقهم. وهذا الصبح حيساعدهم مشان يتخلصوا من الوحش. دونك هذا الشخص اللي هو بيكون وجوده مساعد بالقصة. مساعد ايه. ومين كان اللي وجوده مش منيح بالقصة؟ منه منيح كان في كذا شخص، كان في اولا وحش. هيدا بكب نار. سام. سام قال توم لارا وقت اللي عرفوا انه في هيدا، قال له روحي وفتشي على الجمله السحريه وانا وهيدا الصبي منلهي. وقلت لي انه يعني كل واحد منهم عنده طبع مغير عن الثاني، يعني لارا هي الشخص اللي بفكر اللي بحلل وتوم مش قدك اكيد. وتوم كيف طبعه؟ توم هو عصبي بس قوي كثير. شجاع وقوي؟ ايه شجاع وقوي. مدام قد ايه تأثير البيت يعني هون بالفعل بكون ايجابي بهالموضوع وبكون كبير بهالموضوع؟ حضرتك عندك ثلاث اولاد الله يخلي لك اياهم. شو اسمها اختك جورج؟ اختي اسمها انا. والخيك صغير؟ اسمه جو. لكن انا اصغر من جورج بسنه وجو عمره 5 سنين. صح. اليوم قلتي لي انه بحب القرايه وبحب الثقافه، قد ايه جو البيت بوجود حضرتك استاذه ووالده كمان استاذ بعلم الكترونيك بياثر؟ يعني كيف قدرت تنمي على هالموضوع هيدا واخواته؟ يعني من هو صغير هو اخواته بنقرا لهم قصص على طول وهن بحبوا يطالعوا. حتى المدرسه بتساعد يعني عم يشتركوا بقصص. فعلى طول مثل ما بيعمل الكبير بيعملوا الصغار. بتشوفيهم كلهم مهتمين فاتحين قصص وعم بيقروا وانا بوضح لهم وبقرا لهم وهذا الشيء بنمي لهم موهبتهم. سالته انا زعبرت مع الوالده؟ قال لي ابدا. ابدا. اوكي. واخواته كمان ماشيين هيك على ذات الخط؟ ماشيين نفس الشيء مثله بالشطاره بالمدرسه؟ ايه شاطرين واذكياء. بس بالمواد الادبيه او بالعلميه؟ لا بكل شيء. يعني ما انتم جامعين اثنين بسم الله عليكم بالبيت؟ ايوه صور. اي بيو استاذ الكترونيك وانا معلمه فرنسي. هذا الشيء بيساعدهم. والمدرسه قد ايه دورها كبير كمان؟ بالحقيقه المدرسه كثير دورها كبير بهالاشياء، لانه اول شيء اذا بدنا نحكي على المدرسه بشكل عام مش بس هي يتعلم الولد القراءه والكتابه، بالعكس كمان الثقافه مهمه. ونحن عن جد نشكر الله بالكوليج نوتردام دو بالاماند كثير عم نشتغل على هالمواضيع هيدي، يعني بنشدد على والاكتيفيتي تحديدا بالاخص الاكتيفيتي. يعني بنضل عم بتعرفوا نحن يعني بمنطقه الشمال شوي عندنا الاكتيفيتي قليله، يعني بنضل عم نسعى نبرم وين في اكتيفيتات حتى نشارك فيها وما بيهمنا وين المنطقه، يعني ببيروت بالشمال بالجنوب وين ما كان، بس مهم تا الولد يتعود وتحتى يطلع بالاخير معه بجاج ثقافي وبجاج حتى وطني. يعني اذا بهالصور اللي بتشوفون كثير كثير بيهمنا انه الولد يتعود من هو صغير على الثقافه ويحب وطنه. نعم. بما انه حضرتك كمان استاذ تربيه مدنيه. انا استاذ تربيه مدنيه. يعني الولد هو منه لوحده بده يشتغل بروجي، بده يتعلم كيف يشتغل البروجي وكيف حتى يطبق هالبروجي، مش بس نعمل ريسيرش وهيك وخلص خلصت البروجي، لا بدنا نطبقها بحياتنا اليوميه، هيدا هو الاساس. كيف كان او شو كان تعليق لجنه التحكيم او شو كانت الملاحظات اللي انبعثت لما اختير جورج؟ فعلا عن جد وقت السفير اتصل بمدير الثانويه استاذ عطا هناه على هالابداع اللي كان فيه جورج بالكتابه تبعها. هلا جورج هداني هيدي القصه. رح خليها معي انا واقريها لاولادي كمان ما هيك؟ فعلا كان الخيال عنده رائع والستركتور تبع القصه كانت رائعه، يعني كان من كل شيء عملها على الاخر مزبوط. جورج رح بتسافر ب 30 حزيران ل 4 تموز ورح بتكون مرافقتك معلمتك. ايه يعني ميراي؟ لا لورانس. لورانس رح بتروح معهم. لورانس رزق اكيد يلي بنوجه لها كمان تحيه منها موجوده اليوم معنا. ووالدتك السيده جنان حايك، شو رح بتعمل بهالاربع ايام بفرنسا؟ نيكي حزور كل باريس، كل ليوكروتيلال.
ليو كولتورال اهم شيء الاماكن الثقافيه بالنسبه له اكيد بيهتم. يعني نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق وبدنا نهنيك من جديد ونقول لك انه نحن عن جد فخورين كثير فيك ومبسوطين فيك. الله يخلي لك اياهم يعطيكم الف الف عافيه بثانويه سيده البلاماند السيده مريم نصار السيده جنان حايك والاستاذ صغير جورج حايك. اهلا وسهلا فيكم. رح ناخذ بريك قصير ومن بعدها بنكون مع هاند ميد وتينا.